اسكتش الغناء التمثيلي محب نوضح صورة عنه. هو تمثيلي مصغرة مدتها تتراوح بين 10 و 12 و 13 دقيقة، انما لا تكتفي بالتمثيل فقط، انما هي كمان مغنات. سكتش الليلي سكتش الانتظار. طبعا الانتظار حلو وجميل جدا، لانه يمكن بيرجع للطفولة، بيخلي الانسان يحس انه دايما في شيء بده يولد لاله من الصدفة هيك. سكتش الانتظار راح يقدم لنا اياه ملحم بركات، انما على طريقة الاوبرا. والحلو والموضوع وين؟ انه هدى تركتني هلا، تخلت عن دورها في تقديم البرنامج ورايحة على سكتش. شو دور هدى بسكتش؟ بعتقد دور البنت المصلحة، مش دور البنت اللي بتحكي كتير معي بالبرنامج. انا راح اترككم هلا اذن اعزائي المشاهدين مع سكتش الانتظار. فجروا بقلب الأشعار، حاصرتني الغيرة، شعلت من حوالي النار. يا وهج الأسرار، يا عمر اللي طار، انتظار وحيرة فجروا الأشعار. انتظار ساعة عقربها عم ينهب الأيام، عزمونا الجماعة تأخرنا بسبب المدام. راحت الأحلام وانهد الكلام، عزمونا الجماعة نسيت المدام. وين هلأ؟ وين بتكون هلا؟ قولكن عوق هالحلاق، شو قصتها؟ ما بعرف قصتها، يا خوفي كن عندها عشاق. وين هلا؟ وين بتكون هلا؟ قولكن عوق هالحلاق، شو قصتها؟ ما بعرف قصتها، يا خوفي كن عندها عشاق. انتظار وحيري فجروا بقلب الأشعار، حاصرتني الغيرة، شعلت من حوالي النار. يا وهج الأسرار، يا عمر اللي طار، انتظار وحيري فجروا الأشعار. وين كنتي لهلا؟ شو هالعبسة؟ وين كنتي لهلا؟ طول بالك، عم بقلك وين كنتي؟ طول بالك، وين كنتي؟ يي علينا، ما ترفعي صوتك، ما ترفعي صوتك، ما ترفعي صوتك. شو بكون يا جماعة؟ ما بنا شي، ما بنا شي، بلا بنا، ما بنا شي، بلا بنا، ما بنا شي، بلا بنا، ما بنا شي. شو في ساعدكن؟ تعا قاتل معنا، قوقوا شوي. أبدا 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 أبدا، إلا ما أعرف وين كان. عزمنا عالسهرة قلنا منروح ناكل لقمة، من ساير الناس نسمع كلمة، من روق هالراس. أنا كنت بشغلي، بشغلي مهمتي، وتأخرت شوي، شو بده يصير؟ شو هو شغلي؟ ما عدت
كمل. انا عندي هواي كل ما شوي عم ادرس موسيقى حتى غني وطير مثل العصافير مثل العصافير. الغني بقلبي والغنى يا حبي يا نجمي مرتاح دقيقة ما منرتاح ما منرتاح ما منرتاح والغزل والرتاح والدم بنرتاح والغنى والعيب 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 والعيب. أنا هيك بدي ولا أنت؟ يا عمي أمك عم تدرس موسيقى وبيك تأخر عن سارة، صار في اشتباك. إذا كان هيك بسيطة. بسيطة؟ شو بسيطة؟ كيف بسيطة؟ شو بسيطة؟ أنت موسيقى وأمك موسيقى، بعد ناقصني احمل دف ودور وراكم. إيه أحسن ما تدور ليلية تسهر هون وهون. آه هلأ فهمت، فإذا أنت تأخرتي قصداً حتى تنزعي لي السهرة. أنت كل همك تروح من البيت، وين في ست حلوة تبصبص عليا؟ ست حلوة؟ لو في ست حلوة بالبيت كنت بروح. شفتوا؟ شو أنا مش عجبته؟ أنت عجبتي، بس هو الواحد مش معقول يبصبص على مرته بعد 20 سنة جازي. شويش؟ هيئتك منك قليل. ومين قال لك إني قليل؟ ما أنت مثله وأقطع، طول النهار بتمشي السير وتبصبص على الرايح والجاي. أنا الدولة مصفتني على الطريق، شو بدك الواحد يغمض عيونه؟ الدولة هي موصفتني على الطريق، لازم الواحد يضل مفتح عيونه. هلأ شو بدنا بكل هالشريعة؟ خلينا نروق. رقنا، وين ما نسهر الليلة؟ منسهر هون ومنغني. ومنغني؟ ايه، إذا غنى كلاسيك معلش. غنى كلاسيك ماما، بس أنا عملته على ذوقي. ماما؟ ايه؟ وحياتك لمين هالموزيكا؟ هيدي لتيتي. تيتي؟ يييي هيدا دقلنا بعرسنا. لحكة ماما، هيدا مات من 150 سنة. هي علي أنا بعد ما كملت 35. دخيلك بابا دخيلك، ابسطي للماما.